وسهلا بكم وصباح النور بإذن الله. حياك الله معنا الدكتور أحمد. يعني في بداية إن شاء الله هذا الحوار لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. في البداية سؤالي، ماذا نقصد بممارسة الدجل وأيضا الشعوذة، وما هي الأعمال التي تصنف ضمن الدجل والشعوذة؟ نعم، أولا يعني القانون العماني أسوة ببقية القوانين أخذ منحة محاسبة من يستغلون حاجة الناس دائما، يعني وكما يقال في الأمثال أن الغريق يتمسك ولو بقشة. بالضبط، يجد نفسه في حالات الضعف، عندما الحالات الأكثر شيوعا، سواء الوهم بأنه يقال أنه مسكون من الجانية وأنه يحتاج إلى الرقية، أو أنه يقال له بأنه العلاج بهذه المناحي لأنه طبيا الطب يقف مثل ما يقولوا مكتوف الأيدي أمام هذه الحالة، فبالتالي يلجأ لهؤلاء الناس من يدعون أو يشهروا أنفسهم بأنهم يعالجوا وأنهم يستطيعون أن يوجدوا الحلول مثل هذه الحالات، سواء بوجود أتباع لهم يعني يدفعون لهم المال من أجل أن يشيعوا بين الناس عالجني وهذا شفاني وهذا، فيأخذوا يعني هذا المأخذ. المشرع العماني سابقا في قانون الجزاء القديم، قبل أن يصدر قانون الجزاء الجديد، كان هنالك نص صريح بمعاقبة استعمال الدجل والشعوذة. في القانون الحالي ذهب إلى توجه آخر، وهي النتيجة، يعني هذه عمل من أعمال الاحتيال، وسيلة احتيالية من أجل أخذ الأموال، فبالتالي أثمها وفق مادة أخرى اللي هي مادة الاحتيال. ممتاز. لكن يعني نقول من باب الحرص ولمعاقبة هؤلاء من يورسون هذه الأعمال، نتمنى من المشرع الكريم أن نرجع إلى ذات المادة، بحيث أن يكون الفعل ذات ما 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 فقط النتيجة، لأنه قد عند بداياته نمسك هذا الشخص بممارسة أعمال الشعوذة إلى نص صريح بأن ممارسة أعمال الشعوذة بذاتها مؤثمة في القانون العماني. الآن القانون الحديث لا يوجد للفعل يعني كاسم، ولكنه للنتيجة. يعني أفهم من كلامك الحين دكتور، يعني إذا كان هذا الشخص يمارس أعمال الشعوذة والدجل ولم يستلم أو يأخذ مبلغا ماليا أي نتيجة أخرى مثل ما أسلف ذكرها قبل قليل، إذن هو لا يعاقب أو لا يؤثم قانونا ولا يجرم كنص قانوني صريح؟ لا، لكنه هو يدخل في يعني ممارسات قانونية أخرى، بأن يكون يعني التعدي على الغير، التعدي على الخصوصية، الإيذاء، يعني عندنا الكثير من الجانب تؤدي أصلا الجلسة مع هؤلاء إلى نتائج وخيمة. بالضبط. يعني من بعض القصص بأنه هذا الرجل أتى يعني عائلة من أجل العلاج، فالمعروف أنه يستخدم النار والدخان وهكذا. بالضبط. فوضع أعشاب، الأعشاب هذه كانت يعني سامة في أصلها، وعندما تتأكسد يعني مع النار بالضبط سببت دخان أدى إلى إغماءهم جميعا وأدى إلى وفاة البعض، حتى هو المشعوذ ذاته أغمى عليه، ولولا إسعاف الجيران له لا يعني كان مصيبة عظيمة أن يموت الجميع في تلك الواقعة. هنا يعني ما لحق أنه يأخذ أموال، ما لحق أنه يفعل، ولكنه أدى إلى إيذاء وإيذاء شديد، وأدى إلى أيضا سبب الوفاة للبعض. يعني هذه بعض الأمثلة، بعض الأمثلة وأمثلة كثيرة في هذا السياق. يمكن البعض ممكن فرق بين ممارسة الشعوذة والدجل وأيضا بين الطب الشعبي دكتور. طيب يعني هنا سؤالي، ما سبب استمرار بعض الأشخاص في ممارسة أعمال الدجل والشعوذة؟ يمكن حتى يصل الموضوع إلى الابتزاز، أحيانا نسمع الكثير من القصص حول الموضوع. بالضبط. هو أستاذ حوراء مثل ما قلنا في بداية، حاجة للعلاج، العلاج سواء كان في المنحى الروحي أو الروحاني بأن يتوجه للرقية أو كذا، أو بالمنحى الآخر اللي هو الطبي. الطبي يفترض به أنه مرخص من الجهات الطبية، حتى الطب التقليدي معنا يرخص من الجهات المختصة بأن هذا الرجل مسموح له بممارسة الطب التقليدي، الطب سواء كان أيضا حتى بمسميات دولية، الصيني، الهندي، يعني أو الحجامة إذا كانت في منحى آخر، أو الطب ذاته، فهنالك جهات ترخص هؤلاء. لكن البعض لا،
من يعني يتصدى بنفسه، وللأسف حتى يأتينا من الخارج من يدعي أنه معالج وأنه يعني حتى الروح، والجانب الشق الأكبر اللي هم يدعون الروحانية، ف يعني يظهرون بمظهر الدين بالضبط من أجل عمل الرقية وعمل كذا، وهي في الغالب العام احتيال. وقد في فترة قريبة سماحة أحمد الخليلي وقال بأنه هذه الأعمال كلها لا يعني لا تنساق وراءها ولا تذهب، والفتاوي التي ظهرت لأنهم يدعون بأننا نقرأ في الماء وأننا نقوم بكذا وأنك أخذ هذا وأرميها وعمل كذا وعمل كذا لفك السحر والجن وهذا. نعم دكتور، في 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 بالي سؤال معين. تكلمنا الأسبوع الماضي عن قضية الشيكات، المحرر الشيك يعاقب، مستلم الشيك إذا كان يعاقب ما في رصيد واستلمه أيضا يعاقب. في هذه القضية تحديدا، هل القانون فقط يعاقب ممارس الشعوذة أو الدجل، أو حتى الناس اللي أساسا راحوا إلى هذا الشخص ما لهم أبدا أي تبعات أو ربما جزاء قانوني لذهابهم وتصديقهم لهذا الشخص؟ هم في صورة يعني المتصور الصورة المعتادة بأنهم مجني عليهم، يعني أذهانهم صورت لهم أن هذا الشخص منقذ، سواء كان منقذ في الجانب الطبي أو في الجانب الروحاني كما قلنا. هم في هذه الصورة مجني عليهم، ذهبوا من أجل العلاج في نظرهم، فاستغل يعني هذا الشخص هذه الحاجة، وسواء كان الاعتداء مالي أو جسدي. للأسف يعني كما قالت الأستاذة هنالك اعتداءات جسدية كثيرة وعلى الغالب من النساء، يعني نجد أن الكثير من فيها اعتداءات على النساء وابتزازهن، وللأسف أنها بعد ذلك تماريه لخوفها من الفضيحة. هنا يجب أنه يعني أن تقف حد لهذه المسألة عندما تتعرض لها الحالة، وأن تبلغ السلطات وتبلغ ذويها. نعم دكتور، أنا سألت السؤال أيضا لحاجة معينة. البعض يعني قد يلجأ إلى هؤلاء علشان مثلا يأخذ بعض الطلاسم وما شابه وغيرها، فقد يعترف ربما وذا بأنني والله عملت للشخص الفلاني من العائلة، فبالتالي تصير المشاكل ما بين العائلات. هل يحق له واحد يرفع قضية على شخص لأنه هو ذهب إلى ممارسة الشعوذة مع شخص؟ نعم الآن الطريق فهمتني أتوقع. سؤال واضح. نعم من أراد أن يعني أن يفتري أو أن يجب فتنة، خلنا نقول أن يؤجج فتنة بأنه يلجأ إلى الطرق اللي هي هذه اللي ذكرتها، فهنا نعم من يقول العلم بأنه هذا الرجل أراد الذهاب إلى هؤلاء من أجل أن يؤجج فتنة بيني أو بيني وبين عائلتي أو بيني وبين الآخرين، فهنا فدعاء على هذا الرجل بأنه أثار الضغينة وبالتالي في محق في محض. يعني كما ذكرنا قبل قليل أن توجد هناك الكثير من الحالات، حالات الابتزاز والاستغلال من قبل هؤلاء المشعوذين. طيب أنا سؤالي الآن، من هو المسؤول عن التوعية من هذه الضغينة؟ نعم أولا يجب أن يكون الوعي من الداخل، الوعي الاجتماعي من الداخل، بأنه يفترض بنا هذه ظهور هذه يعني نقول هي آفة ابتلت بها الأمة الإسلامية بالتحديد، يعني أنه يفترض بنا من الداخل، ومن ثم يجب أن نكون ومن خلالكم ومن خلال الإعلام ومن خلال أيضا جميع من يستطيعون أن يوصلوا صوت، يعني كما بينا الآن سماحة الشيخ والعديد من الفتاوي تبين يا جماعة الخير لا تتبعوا هؤلاء، هؤلاء ما يريدون إلا استغلالكم. فيجب أنه عندما نسمع بأنه شخص ما يسألني هل تعرف شخص جيد هل كذا، لا انتبه، لا تقع في مثل هذا الخطأ. يعني يجب أن يكون وعي من الداخل بيننا جميعا، وعي اجتماعي أن نثور ضربت مثل هذه الطرق. نعم. شكرا لك وشكرا أيضا على كل هذه الإيضاحات دكتور أحمد بن سعيد الجهوري، محامي ومستشار قانوني، وكان حديثنا حول ممارسة الدجل والشعوذة كيف جاءت في القانون العماني. شكرا لك دكتور. شكرا لكم.